يباع هنا كيلو اللحم البلدي ب35 جنيها فقط، وليس هذا سعرها الفعلي في السوق المصري، لكنه السعر الذي يبيع به رجب ليخطب ود الفقراء ومحدودي الدخل ممن لا يستطيعون شراء اللحم الذي وصل إلى نحو 70 جنيها، لا سيما وأنه سيخوض الانتخابات البرلمانية القادمة كمرشح عن الحزب الوطني الحاكم. شراء الأصوات دي من عدم الضمير، ده عدم ضمير. أنا بدي صوتي للي يستحقه أو اللي ما يستحقهوش، لا ما لجأش ليها، أنا ألجأ للحاجة اللي أنت محتاجها إيه أعملها لك، عشان لما تقف ورايا تقف ورايا بحب، مش تقف ورايا عشان في مصلحة. هذا الزحام على أحد شوادر بيع اللحوم التابعة لرجب هو المشهد نفسه الذي يتمنى هذا المرشح أن يتكرر أمام لجان الاقتراع من قبل مؤيديه عندما تجري انتخابات مجلس الشعب أواخر العام الحالي. انا لما اجيب النهارده كيلو لحمه ب 55 جنيه واجي اخده من هنا ب 35 جنيه يبقى فيه 20 جنيه، يبقى هو فعلا حاسس بالغلابه. انا معاش جوزي 420 جنيه ولا 430 جنيه، اجيب كيلو لحمه ومعايا اربع عيال ازاي؟ تعليم ولا دراسه ولا كتب ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ يعني الحمد لله كتر خير اللي عمل كده، وبس يا رب تستمر. ده بيحارب الناس الجشعين الجزارين اللي عمالين كل يوم يزودوا في اللحمه ومش عارفين الناس الغلابة تروح فين. عم ترد الفقير والغلبان اللي معاه خمس ست العيال ما يروح يجيب له كيلو بخمسة وتلاتين جنيه، العيال هتاكل، امال يروح يجيب له كيلو بخمسين جنيه ويجيب خضار بيه وياكل بيه ويشرب بيه. ويعد هذا المنفذ لبيع اللحوم هو الأحدث في سلسلة منافذ مشابهة تم افتتاحها من قبل، وهي بحسب رجب طريقة عملية لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار من ناحية، وتنفيذا للبرنامج الانتخابي للرئيس المصري والخاص بحماية محدودي الدخل من ناحية أخرى. الحزب دلوقتي بيدور على الوجوه الشابة، الجيل الجديد اللي هو نابع منه العمل الوطني بقى يشتغل. أنا عاوز أشتغل بقى في الشارع وعاوز أنتج وعاوز أعمل، عاوز يبقى ليا دور. الحزب تقبل فكرة الدعاية ان لقى مردود الشارع بقى كل بيت بيتكلم عن الحزب، الحزب وفر لنا كذا، الحزب عمل لنا كذا. الطريقة التي اختارها هذا المرشح في الدعاية لنفسه قبل انتخابات مجلس الشعب وإن بدت غريبة بعض الشيء لكنها قد تؤتي ثمارها من وجهة نظره، فهو يعيش في منطقة شعبية ويقول إنه يعرف جيدا ما يعانيه الناس لتوفير لقمة العيش. من القاهرة أسامة يوسف، اليوم.